حاليا انت ساكنه في عمان، نعم. من الفنانات وصل اسمائهم للوطن العربي؟ عددي لي من؟ ماكو، ما عندنا شهرة عربية. ما عندنا شهرة عربية. إذن لا مشاهدينا الكرام تقول إنه الفنانة ما عندنا شهرة عربية من الفنانات، متأكدة أنت من هالإجابة؟ بنات جيلي لا، ما وين عندنا مو شهرة. بنات جيب لك؟ آلاء حسين كسرت الدنيا على الام بي سي. آلاء حسين كيف ما عندك؟ حبيبتي على راسي آلاء، كيف ما وصلوا؟ اني آلاء ميس قمر كسرت الدنيا. أوكي. نادي العراقي كسرت الدنيا. أوكي. اولا نادي العراقية على راسي، بس ما تعتبر من جيلي، هي اقدم من عندي. نادي العراقي اوكي وصلت الى شهرة، بس انت تقول لا ما قلت جيل. لا لحظة، نجومية عربية، خلينا نكون دقيقين بالمفردة، نجومية عربية لا ما عندنا. طيب اللي وصلوا على الام بي سي، على حسين كسرت الدنيا على الام بي سي في برنامج الصدمة، ميس قمر، نادية العراقية. اوكي على راسي وعلى عيني، اتمنى يا رب.